كابتن هيثم، خلينا نعرف اكتر يعني برضو عن دور حضرتك في دعم أمنية، وفكرة برضو اكيد ليك دور في دعم ابطال كتير، يعني التعامل والقصص بقى اللي احنا مش عارفينها، يعني لو حضرتك تحكيها لنا برضو. ده انا الحمد لله يعني ما بدات معاهم، بدات معاهم بمحبه الاول، هم يحبوني ويثقوا فيا، لان دي كانت اهم حاجه واهم شيء ان هم يثقوا فيا في كلامي. والحمد لله قدرت ان انا احقق معاهم حاجات كتير جدا، وانجازات وبطولات، ودخلت اختبارات. بعد ما اول اختبار هم ثقوا فيا جدا، وابتديت بقى امرنهم ازاي على البطوله، وازاي يقدر يتمرن، وازاي يقدر يبقى هو احسن وافضل من الشخص المبصر نفسه. فطبعا كانت امنيه وصفاء وزميله كلهم كانوا ابطال معايا، وكانوا بيفهموا بسرعه جدا. وشفت في الاول صعوبات كتير جدا معاهم، بس الحمد لله يعني هم تحدوا كل ده في فتره صغيره جدا. حاجه تشتغل على عامل نفسي كمان ومعنوي، وده اعتقد اللي بيحرك اي بني ادم، يعني العامل النفسي والمعنوي هو ده الاساس، زي ما بيقول هو ده البنزين اللي لما بيتحط البني ادم بيقدر ان هو يعطي الكثير، لكن غير كده بيبقى فيه نوع من الاحباط، الخذلان غيره لا. فمعلش الشق ده انا عايزه نتكلم فيه. هو في الاول، هو كان في الاول كان في صعوبات فعلا في التعامل معاهم، وانا هحفظ ازاي، طب انا هشتغل ازاي، مساله الثقه طبعا في البدايه. وما كانش عندهم ثقه في نفسهم، انا ابتديت احط الثقه دي في نفسهم، قلت لهم لا انتوا اقوى مني، ده انتوا احسن مني، ايه ده انت نازل، انت بتنزل احسن مني، ده انا مش عارف انزلها، طب ازاي. حلو جدا. الحمد لله زرعت الثقه النفسيه فيهم الاول، فابتدى اللاعب يحبني واشتغل اقوى واحسن. ففعلا عملت دمج بين الشخص المبصر وامنيه واسراء ومي في تمرينه واحده، هم اتمرنوها مع بعض، كان هم اقوى ومتفوقين عنهم، وبقيت احكي لهم انت نازله وضع اكتر منها، انت ايدك مظبوطه عنها، فابتدت تاخد ثقه في نفسها اكتر واكتر واكتر. حلو جدا.